ولو في كلام كتلة إنقاذ وطني ما أنت مع مجموعة يعني طرحت أسامي في فترة هذه موجودة ولا؟ موجودة وبدأت تتحرك مرة أخرى، والآن إحنا بدينا كتلة إنقاذ الوطني. ما يسمى كتلة إنقاذ وطني ولا ندعي أن احنا مجموعة من نواب وشخصيات سياسية سابقين، وزراء، نشطاء سياسيين يمثلون كل الشرائح المجتمعية، كل الشرائح المجتمعية، مختلف الانتماءات السياسية. قعدتوا مع مجموعة؟ قعدنا مع مجموعة من الشباب، كان لقاء جدا. قعدتوا مع ناس في السلطة؟ طيب نعم، وصلنا إلى صاحب السمو. قعدت والتقينا مع صاحب السمو يمكن 4 لقاءات. شو اللي دار؟ وكانت لقاءات طيبة للغاية. شو اللي دار يعني؟ شو المبادرات اللي طرحتوها؟ نفس الكلام اللي احنا نطرحه، وجهة النظر الشعبية كانت تنقل إلى سموه، وبالعكس يعني كنا نشوف يعني نوع من التجاوب ونوع من الحوار. قعدت مع رئيس الوزراء؟ قعدنا مع رئيس الوزراء، قعدنا مع صاحب السمو في عدة مناسبات. قعدتوا مع رئيس مجلس الأمة؟ قعدنا مع رئيس مجلس الأمة. شنو صار خاصة أن عندكم نقد على المجلس؟ شنو الحوار دار مع رئيس أنا يمكن في الحلقة السابقة عاد بالتحديد اللي قلت لك تونا طالعين من اجتماع كان مع رئيس مجلس الأمة، وأنا شخصيا يعني وصلت له كثير من الملاحظات اللي كانت انتقاد على أداء المجلس و يعني بعض الممارسات. صحيح أن أنت قلت له أنت مرزوق الأولي في هذا الاجتماع. إيه قلت له هذا الكلام، وقلت له وقلت إني يعني في اسمه في اللقاء. أوكي. هذا شنو كان الرد وقته؟ إن نطروا وشوفوا المجلس وشوفوا أداءه، وهو اللي زودني طبعا، هو شخصيا الأخ أبو علي هو اللي زودني في الكتيب العالي إنه يقول شوف الأداء وشوف الإنجازات وشوف العمل. وأنا على الرغم يعني من احترامي وتقديري له على المستوى الشخصي، ولكن أقول له إن ترى الحكم مو أنا كشخص حسن جوهر أو غيري، الحكم هو الشعب الكويتي. بس هو الرأي ما تشوف العام. أن في ظل تفكك المعارضة هذا المجلس واقعا هو ماضي وما في شيء يعني.